افتح الفيس البيس تويتر بتويتر الاقي بلاوي منشوره منها غدا اخر ايام قص الشعر. شعر ايه يا ابني؟ قال المضحي ما ياخدش حاجه لا من ضوافره ولا من شعره. لا ياخد. شفت بقى انت بتنشر حاجات غلط ازاي وبزعلني منك وهزعل ربنا والدنيا. الحديث اللي رواته ام سلمة على الشمال انا عارف مكانه فين في صحيح مسلم قبل الاخر بسطرين. اوعى تزعق لا يطقلك عرق. بس ولا عالم واحد قال ان ده واجب. فما تجيش في حاجة مندوبة مباحة وتخليها دين وتنشرها. وانشر يا جدع اخر يوم في قص الشعر. انتوا عايزين زفة؟ هل احنا عايزين زفة؟ مولد وطبلة؟ عيب كده. اللي هيضحي يقص ضوافره ويحلق شعره وربنا يتقبل منه. ما قصش ولا ما تفتحش الموضوع. انا اللي كان هيخليني اموت النهارده الظهر يقينا، حتى رحت للدكتور بعد الظهر وقال لي كده، انت كان ممكن ما تجينيش، ما تلحقش تجيني، لاني بقول جمله واضحه اللي قدامي في المحاضره الظهر مش فاهمها. فانفعلت. الانفعال ده في منتهى الخطوره. بس ما يهمنيش، مش مشكله عندي. ما هو الدكتور يقول وانا برضه اقول. يا ابني الله يرضى عليك ما تنكش في المباح، خليك في عزم الامور. الكلمه بقى اللي هفتحها النهارده دي ان شاء الله هي عزم الامور بالنسبه لي وبالنسبه للدين كله. الدين كلمه، والجواز كلمه، والطلاق كلمه، وعيسى عليه السلام كلمه، وكل الدنيا الكون ده كله بالنسبة إلى الله كلمة اسمها كن. التفريعات كاريليون ما تعنيناش. خلاص خلصنا النقطة الأولانية. النقطة الثانية بقى صيام العشر. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها صيام العشر. ما فيش. في حاجة اسمها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله في من أيام ذي العشر. مفيش حاجة اسمها صيامه. في حاجة اسمها العمل. اجتهد في العشرة. اجتهد في العشرة. تتصدق. وعلى فكرة عايز أقول لك معلومة. العشرة جنيه بصيامك 20 سنة. الصدقة أفضل العبادات. تعمل أي حاجة كويسة بتعمل. صلي ركعتين. حلو جدا. تقفله. تقفله. ما ينطقش الا الحلو. يبقى ده احب الى الله. ولينا عندك يا حبيبي صيام يوم عرفه. اذا كنت قادرا. اما ما تقدرش الدنيا جميله. لان سيدنا عليه الصلاه والسلام مره صام عرفه ومره ما صاموش. عرفه مش العشره. لا انت عايز تصوم العشرة صوم براحتك، بس ما تنشرش وتعملها لي دين ويبقى المسلمين مستنيين العشرة كانهم مستنيين رمضان.